أفضل القصص المرعبة وأكثرها نجاحاً تكون تلك المستندة على قصة حقيقية، ولكن في بعض الأحيان تكون الحقيقة أكثر رعباً من القصة، وهذا حال هذه القصة التي سنراها سوياً في هذه الحلقة من وقائع. في قرية أمتيفيل الواقعة في نيويورك، منزل رقم 112 في أوشن آفينو، ولكن لم يكن هذا المنزل دائما هناك بذلك الشكل الأنيق والفخم. كانت نيويورك لديها سمعة سيئة بسبب الأنشطة الخارقة التي كانت تحدث في المنزل الذي سبق رقم 112، فقد كان موقعا لبعض الأنشطة المخيفة بالإضافة إلى جريمة قتل مروعة وغامضة للغاية. في ديسمبر من عام 1995 شعر جورج وكاثي لوتس بسعادة غامرة للانتقال إلى منزل أحلامهما، منزل استعماري مكون من 5 غرف في 112 أوشن آفينو في ضحية أمتيفيل الهادئة بنيويورك. كان المنزل بمثابة صفقة رابحة، فقد حصلوا عليه بمبلغ 80,000 دولار فقط. بدا الأمر جيدا لدرجة يصعب تصديقها. قبل الانتقال إلى المنزل عرفت عائلة لوتس أن المنزل كان فارغا لمدة عام منذ أن واجهت العائلة الأخيرة التي عاشت فيه نهاية مأساوية وعنيفة داخل المنزل. على الرغم من التاريخ المظلم للمنزل لم يستطع آل لوتس رفض الصفقة، وانتقل جورج وكاثي وأطفالهم 3 إلى المنزل قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد، ولكن بعد 28 يوما فقط هربت عائلة لوتس من المنزل في حالة ذعر تاركة وراءها كل ما تملكه، ولم تعد أبدا. زعموا أن منزل أمتيفيل كان مسكونا بالأرواح الغاضبة. ادعى جورج أنه عانى من تغيرات جديدة في مزاجه وأنه أصبح متهجما وغاضبا تجاه عائلته. كان يستيقظ كل ليلة عند الساعة 3:15 صباحا في الوقت الذي تعرضت فيه العائلة السابقة لهجوم عنيف، وفي تلك الليلة ادعى أنه كان يقف في الخارج في الفناء عندما رأى رجلا غريبا ومخيف، نصفه خنزير بعيون حمراء متوجهة تحدق به من نوافذ الطابق العلوي ونصفه الآخر بشري. زعمت الأسرة أيضا أنها شهدت مادة غريبة القوام تتسرب من داخل جدران المنزل، وادعى كاهن جاء لمباركة المنزل أنه سمع صوتا غاضبا لرجل يخبره أن عليه الرحيل. كما ادعى الكاهن أنه بعد وقت قصير من مغادرته للمنزل أصيب بمرض غريب وتسرب الدم بشكل غامض بين يديه. الحقائق حول هذا الأمر غامضة بعض الشيء، لأن الكاهن غالبا ما كان يناقض نفسه بالكلام. بعد أن فر اللوتس من المنزل بعد أقل من شهر من الانتقال له، استفادوا من تجربتهم من خلال نشر كتاب والذي ألهم عددا لا يحصى من أفلام الرعب حول هذا المنزل، مثل فيلم أمتيفيل هورور الأصلي عام 1979، والذي صدر منه نسخة محدثة من بطولة ريان رينولدز عام 2005. أصبحت قضية بيت الرعب في أمتيفيل أسطورة معروفة الآن، ولكن القصة الأقل شهرة كانت حول حقيقة ما حدث مع العائلة التي سبقت اللوتس. في نوفمبر من عام 1974 قتل رونالدو ديفيو جونيور البالغ من العمر 23 عاما عائلة بأكملها في منتصف الليل بينما كانوا نياما في أسرتهم داخل المنزل في 112 أوشن أفينو. بينما كان اللوتس يستقرون في منزلهم الجديد كان ديفيو يحاكم بتهمة القتل الشنيع لوالديه وإخوته 4. كان ديفيو أكبر إخوته 5 الذين ولدوا لرونالدو ديفيو الأب وزوجته لويز. كانت عائلة ديفيو عائلة ثرية ومتدينة وسعيدة، ولكن خلف الأبواب المغلقة ربما لم تكن الأمور داخل منزل آل ديفيو مثالية. في محاكمة ديفيو والابن شهد أفراد عائلة لويز أن ديفيو الأب كان لديه توقعات عائلية لابنه البكر، وأن نظامه التأديبي غالبا ما كان يصل إلى حد الإساءة. كان من المعروف أن ديفيو الأب كان يصرخ على ابنه وينعته بأفظع الألفاظ،
ويجبره على المشاركة في مباريات ملاكمة غير متوازنة، والتي كانت بمثابة عذر للأب حتى يتخلص من الإحباط الذي يسببه له ابنه المخيب للآمال. أيضا كان الأب يصب غضبه على زوجته والتي رحلت عن المنزل في إحدى المرات، ولكنها عادت من جديد. خلال شجار محتدم بين الأب والأم، حمل ديفي والابن البالغ من العمر 18 عاما حينها بندقية وصوبها نحو والده ليجعله يترك أمه وشأنها. أدمن ديفي والابن مادة الأنفيتامينات والتي خلصته من وزنه الزائد الذي وضعه في موضع التنمر من قبل الجميع، ولكنه أيضا جعله يدمن الخمر والمخدرات والقتال، وكانت علاقته بوالده تزداد سوءا. في ليلة 13 نوفمبر من عام 1974، بعد معركة وشجار بين ديفي والأب وابنه، دخل الصغير الغاضب إلى المنزل وأحضر بندقية صيد وتسلل إلى الطابق العلوي في المساء ودخل غرفة والديه، حيث ناموا غافلين عن المصير الذي ينتظرهم. رفع ديفي والابن بندقيته وأطلق عليهما النار. لم يكتف فقط بتخليص نفسه من والديه المسيئين له، لكنه حول انتباهه بعد ذلك إلى أشقائه الصغار. دخل ديفي إلى غرفتهم ووجد إخوته في حالة رعب جالسين على السرير بعد سماعهم لصوت إطلاق النار قادما من غرفة أبويهم. أطلق ديفي النار على إخوته الذكور، ثم توجه إلى إخوته النساء وكرر الأمر. بمجرد وفاة عائلته بأكملها، تجاهل الفتى الأدلة بما في ذلك ملابسه الملطخة بالدماء والبندقية والرصاص. استحم بهدوء في المنزل الذي ترقد فيه جثة عائلته وغير ملابسه وذهب إلى العمل كالمعتاد. في وقت لاحق من نفس اليوم حوالي الساعة 6:30 مساء، ظهر ديفي في حانة محلية حيث كان يشعر بالذعر وطلب المساعدة من الناس هناك. قاد ديفي مجموعة صغيرة من الرجال إلى منزل والديه القريب حيث عثروا على الجثث. بالطبع اتصل الرجال بالشرطة التي وصلت واستجوبت ديفي. في البداية قال ديفي أن المافيا هي من فعلت هذا وربما يستهدفونه أيضا، فأخذته الشرطة إلى المخفر لحمايته، ولكن بمجرد وصوله إلى هناك بدأت قصته بالتفكك. في النهاية انهار ديفي واعترف بقتل عائلته كلها بلا رحمة، وقال: بمجرد أن بدأت لم أستطع منع نفسي من التوقف. في اليوم التالي شاهد الجيران برعب الشرطة وهي تزيل 6 جثث من المنزل الواقع في شارع أوشن آفينو. لقد تحطم الهدوء والسلام الذي خيم على حيهم المتواضع. تم توجيه 6 تهم بالقتل لديفي والابن. في المحاكمة ادعى ديفي الجنون وقال إنه غير مذنب. شهد أفراد الأسرة حول المعاملة السيئة التي تلقاها الفتى من والديه وكيف أثر ذلك على شخصيته. كما زعم الفتى أنه سمع أصواتا أخبرته أن عليه قتل عائلته بالكامل لأنهم يتآمرون ضده. دعم طبيب نفسي مزاعم الفتى، ولكنه أيضا أشار أن ديفيو كان مدمنا للمخدرات وله تاريخ مع تعاطي الهيروين وأنه قد يتمتع بشخصية معادية للمجتمع. أخذت المحكمة بهذا التقرير وأدين ديفيو في 21 من نوفمبر عام 1975 ب6 تهم بالقتل من الدرجة الثانية. حكم عليه بالسجن 6 مرات متتالية بعقوبة السجن مدى الحياة. أثناء وجوده في السجن قدم ديفيو روايات متضاربة حول ما حدث في منزل عائلته، كما نفى باستمرار قتله لإخوته. تقدم بطلب للإفراج المشروط عدة مرات لكنه قوبل بالرفض في كل مرة، وظل رهن الاعتقال حتى 12 مارس عام 2021 عندما توفي في السجن عن عمر يناهز 69 عاما. على الرغم من اعتقال ديفيو وإدانته بالقتل، لا يزال الجدل يحيط بالقضية حتى يومنا هذا. يعتقد الكثيرون أن القضية تحتوي على ما هو أكثر بكثير مما ظهر في المحكمة، وأن نظرية المؤامرة لا حصر لها. تم بيع منزل أمتيفيل 4 مرات منذ أن حدثت جرائم القتل، وكان آخرها في عام 2017 مقابل 600,000 دولار. ولم يدعي أحد من مالك المنزل بعد آل لودز أنه واجه أي شيء خارجا للطبيعة وأنه غير عاد في المنزل. والآن
عزيزي متابع قناة وقائع، هل تظن أن منزل 112 أوشن آفينو بالفعل مسكون بأرواح شريرة؟ أم أنها مجرد خدعة ابتكرها اللودز لزيادة مبيعات كتبهم والاستفادة من الأمر؟ هل تظن أن ديفي والابن وقع ضحية معاملة والديه السيئة له؟ أخبرنا عن رأيك في قسم التعليقات أدناه. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.